طيب نروح لزميلنا محمد توفيق مرة أخرى ولقاء مع أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي. من جديد مكملين لقاءاتنا كابتن ايمن بعد الفوز الكبير والفرحه الكبيره وفوز النادي الاهلي على وفاق سيف باربع اهداف مقابل لا شيء، واحد من نجوم المباراه النهارده كان لهم دور كبير. عبد القادر يعني الف مبروك الفوز، النهارده كنتوا عند الميعاد برغم الظروف الصعبه برغم الغيابات، لكن لعيبه النادي الاهلي هو ده حجمها وهو ده وزنها في الملعب. حبيبي طبعا الله يبارك فيك، في الاول الحمد لله اللعيبه النهارده عملت اللي عليها من اول دقيقه، نازلين مركزين، اجواء الماتش خدمتنا، طلعنا الحمد لله. يمكن الطرد ده في الاول ساعدنا ان احنا نعمل شغلنا بارتياحيه اكبر. الشوط الاولاني زي ما انت شفت طلعنا نتيجه كويسه، الشوط الثاني حاولنا نزود والحمد لله الماتش خلص بالنتيجه والسكور احنا عايزينه. يعني عبد القادر يمكن يعني الفتره اللي فاتت كان ما فيش توفيق في ماتشات الدوري، لكن كنتوا دايما مع حريصين انكم تقعدوا مع بعض لعيبه الكبار مع لعيبه الصغيرين، كنتوا بتتكلموا بتقولوا ايه وكنتوا بتحفزوا بعض ازاي؟ لا زي ما انت شايف احنا كنا في حاله تركيز كبيره جدا، من بقالنا مثلا بتاع سبع ايام في معسكر مغلق، اللعيبه كلها مركزه مع بعض، بنتكلم مع بعض، بنحاول نخرج من حاله الماتشين اللي فاتوا، والحمد لله زي ما انت شايف اللعيبه ادت النهارده، طلعوا كل اللي عندهم، الحمد لله ربنا كفينا ان احنا نطلع بالنتيجه دي الحمد لله. يعني 4-0 كان ده الشوط الاول، لسه الشوط الثاني في الجزائر، شايف الشوط الثاني ازاي ان شاء الله؟ اكيد ده طبعا الشوط الاولاني، لسه الشوط الثاني هناك، بنتمنى ان احنا نحافظ على الاداء ده ونطلع بنتيجه ايجابيه هناك ونوصل للنهائي باذن الله. يعني شكرا عبد القادر، مستنيين البطوله باذن الله. ان شاء الله دعواتك حبيبي. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع احمد عبد القادر لاعب في النادي الاهلي، مكملين في فرحتنا ولقاءاتنا، كلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.